نقترح عليكم شلاضة منعشة بالمذاق ديال الحوت. غادي نحتاجو في المقادير لأي نوع ديال لي بات يكونوا مسلوقين ومسقطرين مزيان من الماء، أولا نديرو داك القنح اللي كنديروه، يعني داك بلي اللي كنديروه اللي كيكون في الكرتونة اللي كيتباع اللي كنديرو فيه شلاضة اللي كيجي بحال الروز، يعني هذاك حتى هو ممكن أننا نديرو نغيرو به، مهم كيبقى على حسب الموجود على حسب الاختيار ديالكم. غادي نحتاجو علبة ديال الذرة المايس، فلفله وحده صفراء وفلفله وحده حمراء مقطعين رقيق، يعني مربعات رقيقين، الا بغينا نخليوهم طريين يعني بغينا ناكلوهم خضرين في شلاضه كنقطعوهم كرويات صغيورين بزاف. الا كنا ما بغيناش داك المذاق يعني الطري ديال الفلفله الصفراء والحمراء ما نديروش الخضره نهائيا، نديرو غير الصفراء والحمراء، فممكن على اننا نشويوهم بطريقه العاديه ونحيدو لهم ديك القشره وكنقطعوهم مربعات صغيورين يعني بالمذاق ديال انهم مشويين. ودائما الفلفله ملي كنشويوها ما كنغسلوهاش نهائيا باش كيبقى فيها داك المذاق ديال الشوى. غادي نحتاجو علبه ديال الطون ماتيشا اولا الطون العادي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كذلك كنعطيو بعض الافكار وبالنسبه للشلاضه نتوما يعني كديروا فيها الاختيار ديالكم. غادي نحتاجو دامتي حوت، ثلاثه ديال البيضات مسلوقين، زلافه صغيره ديال خيزو مقطع مربعات صغيورين ومسلوق حتى هو في دائما في شويه ديال الماء وشويه ديال الملح، زلافه صغيره ديال الجلبانه حتى هي مسلوقه. وملي نسلقوا هاد خيزو وجلبانه نحاولوا نديروا دريس ديال الثومه باش كيطيب معاهم، يعني بحال كيتسلق باش غادي نعاودوا نديروا في الصلصه. فكيف ما قلت ثلاثه البيضات مسلوقين، خيزو مسلوق مقطع مربعات صغار، زلافه صغيره ديال الجلبانه مسلوقه شويه الماء والملح والثومه ما نساوهاش، زلافه ديال الفرماج حمر مقطع مربعات صغيورين، غادي نحتاجوا شويه ديال المايونيز، زلافه مخلطه بين كالامار وقمرون وسيرومي مقطع لطريفات صغيرين، اولا اي نوع ديال الحوت عندكم مثلا الفرخ حتى غنقطعوا طريفات صغيرين على حسب الموجود، مهم زلافه مخلطه ما بين كالامار وقمرون وسيرومي ولا طريفات ديال الهبره ديال الحوت البيض. بالنسبه للطريقه فغادي ناخذوا اول حاجه هو اننا ناخذوا اي نوع ديال لي بات عندنا اولا داك القمح البلي ديال الشلاضه اللي داير بحال الروز، كنحاولوا اننا نسلقوه ونصفيه مزيان من الماء ونخليه كيتسقطر، اولا لي بات اي نوع حتى هو كنسلقوه وكنخليه كيتسقطر على حسب شنو درنا. هذا على جانبا، ملي تسقطر نخليوه يبرد في الثلاجه مزيان، وكناخذوا مقله كنديروا فيها شويه ديال الزيت والزبده وشويه ديال الابزار وورقه موسى ونديروا ضريس ديال الثومه محكوك وكنشحروا فيه الكالامار، نخليو شويه ينزل ونضيفو القمرون ونضيفو السيرومي، يعني حتى الكالامار يبدا ينزل لينا واحد شويه صافي. ممكن حتى انه الكالامار نقطعو ولا السيمبيان نقطعوها طريفات صغيرة نفوره واحد شويه ومن بعد كنقطعوها طريفات صغار وكنضيفو ليها القمرون مباشره والسيرومي مقطع لطريفات صغيرين وكنحكو دامتي حوت وكنخليو كلشي كيتشحر وكيتخلطوا مع بعضياتهم. قلنا مقله فيها الزيت والزبده الابزار ورقه موسى ضريس ديال الثومه ونديرو في المقلة الكالامار ينزل شوية نضيفو القمرون السيرومي مقطع طريفات صغيرين وكنحكو دامتي حوت وكنخلطو كلشي ومن بعد كنطفيو عليه العافية وكنخليوه حتى كيبرد. كنمشيو كناخدو داك القمح البلي ولا اللي داير بحال الروز أولا أي نوع لي بات اللي حنا سلقنا بعد ما سقطرناه وخليناه في الثلاجة كيبرد، غادي نديرو واحد الإناء صغير ولا بانيو يكون متوسط في الحجم ديالو باش نخلطو مزيان وكنديرو فيه هاد الخليط اللي درنا، كنديرو فيه مثلا الروز اولا البلي القمح اولا لي بات على حسب اللي سلقنا واللي موجود عندنا، كنضيفو هاد الخليط بعد ما برد ديال الكالامار والقمرون والسيرومي اللي حكينا عليه دامتي حوت وشحرناه بشويه الزيت والزبده وورقه موسى وشويه ديال الابزار وضريس ديال الثومه وطفينا عليه العافيه ملي تشحر وخلينا كيبرد وضفنا على هذاك الخليط. ثم كنبقاو نضيفو علبه ديال الذره، ضروري نصفيوها من هذاك الماء اللي تيكون فيها ونديروا ليها ماء اخر نشلوها مزيان ونسقطروها مزيان من الماء وكنضيفوها، كنضيفوا دوك الفلافل الصفراء والحمراء اما مشويين ومقطعين مربعات صغيورين اما خضرين طريين وكنقطعوهم مربعات كرويات صغيورين، كنضيفوا كذلك البيض مسلوق كنحكوه في الحكاكه وكنضيفوا جوج ولا ثلاثه البيضات على حسب الكميه اللي عندنا ديال الشلاضه، كنضيفوا الفرماج احمر مقطع مربعات صغار، كنضيفوا ديك الجلبانه اللي سلقنا، كنضيفوا كذلك خيزو اللي سلقنا حتى هو، وكنضيفو الطون اما ماتيشا حتى هو كيجي لذيذ اما الطون العادي وكنخلطو كلشي مزيان. ثم كنضيفو المايونيز على حسب الرغبه كنبقاو نضيفو شويه بشويه وكنخلطو هاد المقادير ديال هاد الشلاضه. كنكونو ديك الساعه خدينا واحد زلافه صغيره وخلطنا فيها شويه ديال المعدنوس اولا الثوم القصبي لا سيبولات مقرده رقيق،
كنضيفوا عليها دوك جوج تومات اللي فورنا، وحده فورناها ديك التومه فورنا مع خيزو، والاخرى فورناها مع جلبانه. هادوك كنهزهم كيكونوا بحال تسلقوا تبعكو دغيا، وكنضيفوهم على داك المعدنوس باش ما كتجيناش مجهده التومه في الشلاطه، وكنضيفوا عليها شويه ديال الزيت الروميه، اولا نديروا داك الخل داك الزيت ديال الطون، الا درنا الطون ممكن نديروا الزيت ديال الطون، اولا نديروا شويه ديال الزيت الروميه مع شويه ديال الابزار، شويه ديال الخل اولا القطرات ديال الحامض، وشويه ديال المطاط. هذه الصلصه غادي نخلطوا قلنا المعدنوس اولا نعوضوا بالثوم القصبيلا سيبوليت، ناخذ دوك جوج تومات مفورين معكم مع داك المعدنوس، نضيفوا لهم شويه ديال الابزار، نضيفوا شويه ديال الزيت الروميه اولا الزيت ديال الطون، ونضيفوا قطرات من الخل اولا نعوضوا الخل بالحامض. كنخلطوا مزيان وكنضيفوا شويه ديال المطاط، وكنبقاو نخلطوا كنحصلوا على واحد الصلصه، كنضيفوا على داك الخليط وكنبداو نخلطوا، اولا ممكن اننا نقدموها معاه على حسب الرغبه، وديك الساعه كنقدموها اما في اي قالب عندنا ونخليوها حتى كتقطر راسها مزيان، ومن بعد ملي نقلبوها نزينوها باللي بقى عندنا، لا سواء في الحوت اولا قمرون اولا الطوماط سيغيز نستفوهم من الفوق، اولا الجوانب هكا نحكوا الفرماج حمر محكوك اولا الكاشير على حسب الرغبه ديالكم في التزيين. فاولا ممكن اللي بقات لنا طريفات ديال الفلفله مشويه الصفراء ولا الحمراء، ممكن على اننا نلويوها على الصبع ديالنا بحال شكل وريضه، وكنزوقوا بها مع شويه ديال الزيتون، فعلى حسب الرغبه ديالكم كتجي شلاده منعشه وكتشبع في نفس الوقت، وفيها دخلوا فيها الخضره اللي بغيتوا. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح، وبالصحه والراحه.